هي معاناة يومية يعيشها السيد أحمد ورفيقه في الغرفة مع المصاعد الكهربائية في ظل غياب هذه الخدمة التي تعين على تنقل المرضى بأريحية. كي ندير اسمح نعاود نطلع ساعات نلقاه يمشي ساعات يقول لك حبس نطلع كاكين نصفا نريح نطلع كاو نريح ما نطيش الطبيب يطلع ثاني يتعب راه جيت الطبيب يجي طالع يجي يداوي في المريض يتعب يقول له استنى نريح حتى نتنفس به هاي مشكل ثاني سمعنا نهبطوا الاشعه نديروا راديو ثيرابي نديروا تراثمو تاعنا نعاودوا نطلعوا دي فوا نطلعوا نستناو بالنص ساعه ما كان والو نطلعوا في الدروش نطلعوا في السكالي. تعطل المصاعد الكهربائية زاد من معاناة المرضى ومرافقيهم في التنقل بين المصالح الطبية داخل مستشفى يضم 600 سرير بثلاث طوابق ومصعد كهربائي واحد في الخدمة. غير ليسانسير واحد ماذا بينا من لاودي من وزارة الصحة يزيدونا ليسانسير زوج ولا ثلاثة باش ما يوليش الضغط على الاسانسير واحد. من جهتنا نقلنا انشغال تعطل المصاعد الكهربائية لإدارة المستشفى وكان الرد كالتالي. معاناة المرضى اليومية في ظل انعدام النسبي للمصاعد الكهربائية ارتأت أن إدارة مستشفى محمد بضياف خصصت مبلغ مالي مخصص لتصليح وصيانة المصاعد الكهربائية وهذا ضمن أولويات إدارة مستشفى محمد بضياف.